السلام عليكم. هل تعلم الفرق بين العفريت والشيطان وإبليس والقرين والمارد؟ قال العلماء: العفريت هو كبير الجن، وهو اللئيم الماكر المخادع، وذكره القرآن في قوله تعالى: قل يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. والشيطان هو الجن الكافر، والمارد كبير الشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وقال ابن كثير: الشيطان كل متمرد من الإنس ومن الجن، أما إبليس فهو الشيطان الأكبر. وسئل ابن عباس: هل الجن يموتون؟ قال: نعم، إلا إبليس. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أما القرين فهو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرين يجري مجرى الدم. والقرين هو من الجن وهو كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وقال تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال العلماء: حينما يشعر الإنسان بضيق في الصدر يقرأ سورة قاف حتى لا يستطيع القرين أن يسيطر عليه.